أزولي مزيغن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الشريط يأتي في إطار شرح بعض الأحداث التي وقعت مؤخرا في المغرب. فيعرف كما يعرف الجميع، الأمير مولاي هشام يرفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الهادي خيرات. هذا الأخير اتهم الأمير فيما يعرف بفضيحة أموال الشعب. فاضطر الأمير، وهذا حق مشروع، أن يتقدم القضاء لتبرئة ذمته من هذه الاتهامات. لكن الشعب المغربي والمتتبعين يعني بدات كتروج بعض الأسئلة فيما يخص التصرف ديال الأمير بعد انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة. فبعد انتهاء الجلسة الأولى خرج الأمير من قاعة العدالة وقدم تصريحا، وكان متابعا بجيش من الصحافة، وقدم تصريحا يعني هاجم فيه هذه التصريحات، واعتبر أنها غير مبنية على أساس، وعلى عبد الهادي خيرات أن يقدم اعتذارا. لكن بعد أن انتهى الأمير من هذه التصريحات، يعني فوض الصحفي والمحامي بالرضا في الإجابة على أسئلة الصحافة، مما دفع الكثير إلى طرح الأسئلة. إذا كانت نية الأمير فعلا هو تبرئة الدم دياله وتبرئة الذمة دياله من هذه الفضيحة، فعليه أن يقدم نفسه للصحافة المغربية ويجيب على الأسئلة، ليبرئ نفسه أمام المجتمع المغربي. لكن لماذا أن الأمير لم يريد الإجابة على أسئلة الصحافة؟ كان هناك جوج توجهات. التوجه الأول يقول أن الأمير يترفع على الصحافة المغربية، يعتبرها دون المستوى ولا ترقى إلى حجمه، بطبعه أنه إنسان مثقف، يعتبر أنه إنسان باحث، وأن الأسئلة التي ستطرح من طرف الصحافة المغربية ستكون دون المستوى. وأنا يعني لا أؤمن بهذا الطرح. طرح الجوج هو أن الأمير لا يريد أن يخندق نفسه، أنه إلى وجه الصحافة المغربية، وأن هذه الأسئلة التي ستطرح عليه ستكون يعني أسئلة يجد نفسه أنه لن يقدم شرح تبريرا واضحا للشعب المغربي، يعني فتكون هناك يعني شكوك حول شخصية الأمير. ولهذا اضطر أن لا يضع نفسه في هذا المأزق، ويبرئ ذمته من أي إجابة سيقدمها السيد بالرضا فيما بعد، يعطي نفسه واحد المدة باش يفكر. مهما كانت الدوافع، فهذه المسرحية التي قدمها الأمير يعني من الدراما ومن الشكسبيرية من الروعة بمكان لهذا الأحداث هذه، جعلتني أنا أشوف أرى أن الأمير الهدف ديالو من هذه المحاكمة ليست أنه يريد أن يبرئ ذاته ونفسه من هذه الفضيحة. هو كاين جوج الحوايج. أولا، أن الأمير يريد أن يضرب بقوة على أي واحد كيشك في الشخصية ديالو، لأنه يريد أن يلعب دورا طلائعيا فيما يأتي، أو في الحركية التي يعرفها المغرب حاليا. ولهذا لا يريد ان الاشاعات تبدا تنتشر والناس غادي يبداو يشكوا في الشخصيه ديالو، ولهذا اضطر ان يكون يعني ان يردع اي نوع من الاشاعات. هذا اضطر، لانه كان قد لعب دورا كبيرا، وكان من بين المدعمين ديال حركه 20 فبراير. والغريب في الامر ان الامير خلال هذه العرب الربيع العربي كان يتجول من مدينه الى مدينه، من منبر اعلامي الى منبر اعلامي، من فرنسا الى اسبانيا الى امريكا، ويقدم نفسه انه خبير في قضايا المجتمع العربي. بطبيعته أنه إذا شاهدنا الفيديو الأخير الذي يقول فيه أنه يعني هو يعتبر نفسه أنه جيل جديد من القوميين العرب، القوميين العرب الجدد، يريد أن يرسم صورة جديدة للقومية العربية، فيريد أن يلعب هذا الدور الطلائعي. لهذا فهو سيدافع بكل قوة عن أي إنسان يريد أن يلطخ صورته، لكي يحافظ على هذه الصورة ديال الإنسان الذي يريد أن يغير. الأطروحة الجوجة هو أن الأمير حاليا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية،
والأماكن ويشتغل في الخارج، وأنه خائف من أن هذه الإشاعات تنتشر وتصل إلى الأماكن التي يشتغل فيها، وعليه أن يواجه هذه الأسئلة الصعبة. وبطبيعته أنه يعتبر أنه إنسان مثقف يريد أن يصلح، فلهذا يجب أن الحد من هذه الإشاعات لكي لا تصل إلى الأماكن التي يشتغل فيها. هذا هو يعني بخلاصة يعني استراتيجية للأمير، هو أنه يريد أن يبقى في الأضواء وأن يتصدر الصحف، تكون الصورة ديالو ذلك الإنسان الذي هو يعني إنسان يدافع ويناضل من أجل تغيير المجتمع المغربي. لكن هذا يعني الناس اللي كيعرفوا أنه الأمير لا علاقة له بما ما يقع في المغرب، ولهذا النداء الذي يعني يعني الاقتراح الذي سيوجه إلى الأمير هو أنه إذا كان فعلا يريد أن يدافع عن صورته ويريد أن يتبرأ من هذه الاتهامات، فعليه أن يتقدم ويضع نفسه أمام محاكمة الشعب المغربي ويجيب على هذه الأسئلة. فهذه الأسئلة ستبقى عالقة في أذهان الشعب المغربي، ومحاكمة الشعب المغربي فهي آنف. لقاش المغرب عاش أحداث مثل هذه. المغرب قبل الاستقلال عرف حركة عرف مقاومة ضد الاستعمار، وناضل الشعب المغربي من أجل الاستقلال، وعند خروج الاستعمار كان الناس اللي أمثال الأمير الذين كانوا يتابعون دراستهم في الخارج أتوا وركبوا على ركبوا على مطوا على يعني ركبوا هذه الحركة واستفادوا، والشعب المغربي خرج خوي الوفاض. فلن نعيش مثل هذه التجربة مرة أخرى. فالأمير إذا كان نيته أنه يريد أن يكون يعني أن يلعب دورا محوريا في الحركة، فعليه أن يتقدم ويوضح للشعب دوره فيما وقع في المغرب. لما كانش عنده يعني أي دور، المغرب راه فقد عدة أموال، فقد بزاف ديال الثورة الأموال مشات ولا نعرف أين ذهبت. فلهذا الأمير يجب أن يقدم صورته بالشكل التي يراها، ويجيب على أسئلة الصحافة بشكل واضح. ولهذا فإذا كان الأمير يحس، أنا وكنشوف بأن الأمير فعلا يريد أن يلعب دورا طلائعيا في الحركية ديال الشعب المغربي، هذا ليس بعيب، من حقه كمواطن مغربي. ولكن باش تكون عنده واحد المصداقية ويسمع إلى صوته، فعليه أن يقدم للشعب المغربي يعني تبريرات واضحة فيما يخص الاتهامات هذه. وإذا كان الأمير يحس بواحد الذنب فيما وقع في الماضي، فعليه أن يقدم اعتذار. فالشعب المغربي عنده قلب رحب ومستعد أنه يسمح، ونبدأ صفحة جديدة فيما يخص معركة بناء مغرب جديد. غير ذلك فالأمير يعني فهو كيغطي كما كنقولوا الشمس بالغربال، الناس ما غاديش يثقوا فيه. إذا كان أنه يريد فعل، إذا كانت غير النية ديالو يبني هذه المسرحية الهوليوودية كما قلت، وأن يكون بطلا فيها ويبقى في الأضواء، أنه لا يهمه مصلحة الشعب بقدر ما تهمه صورته التي يريد أن يرسمها في خيال الصحافة الغربية، فهذا يعني حقه، وكان يمكنه أن يسترزق على هذه الحركات. النهاية أقول هذا هو اللي يمكن يعني بكل خلاصة. الأمير عنده جوج ديال الخيارات. الأول إذا كان أنه يعتبر نفسه بارئ من هذه الاتهامات هذه، يجاوب على الأسئلة ديال الصحافة المغربية والشعب المغربي، هذا واحد. ثانيا إذا كان كيحس بالذنب ويريد أن يبرئ ذمته مما وقع، عليه أن يقدم اعتذار. غير ذلك فأرى أن هذه المسرحية ستنتهي بموت البطل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعلمون السيد عبد الهادي خيرات قدم اتجاهي، صرح بمجموعة من الاتهامات، وقررت على إثرها اللجوء إلى القضاء. هذا الملف أخذ مجرى قانوني، إذن إجرائي محض، وشكرا. والكلمة لا 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 لا, لا. أنتهي. لكل أسئلة إضافية رجعكم وجهها سعد الرحيم. إذا عندكم شي سؤال تفضل جاوب عليه، لا يمكن لي نجاوب. بالنسبة للاتهامات اللي وجهت لكم اليوم كدفاع، لا ما كنجاوبش على هادشي، ما كنجاوبش. كيف خص الإنسان يكون كلمة جاب الرحمن بن سود بامرجي الملف 16
دينا الناس الحبس خرجنا احسن القضاه باش يتابعوا باش يخرجوا يهبطوا الفلوس مثلا ديال الناس اللي سرقوا مؤسسه هذاك الحج لان ملايير المغاربه راه فيهم البرنس روج ولا هشام كان عنده بعض المغاربه ما حاش الكونسيون هنا يدوا لي الفراز كلام الحمر وهنا فلوس المغرب تمشي لجهه اخرى راه ما رحمنا حتى واحد هادشي ملي كنقولوه ماشي